بحضور الرئيس الوطني لحزب الاتحاد من أجل التجديد والديمقراطية، فقد احتفل مناضلو الحزب بمرور 25 عاما من تأسيس الحزب. جرت المناسبة الاحتفالية بمقر الحزب هنا في العاصمة تنجمينا بحي مرسال. سعيد أحمد حسن. 25 عاما من الحياة السياسية لحزب الاتحاد من أجل التجديد والديمقراطية، الإنجازات والتطلعات. كان ذلك عنوان المؤتمر الصحفي الذي عقده أعضاء المكتب التنفيذي للحزب صباح هذا اليوم، وذلك في إطار الاحتفال بمرور 25 عاما منذ تأسيس الحزب، حيث أعطى الرئيس الوطني لحزب الاتحاد من أجل التجديد والديمقراطية روما دومغار فيليكس نيلبي ملخصا عن إنجازات حزبه خلال هذه المدة، والتي تمثلت في المشاركة الانتخابية والفوز بعدة مناصب سياسية ومقاعد برلمانية وغيرها. وبالتالي تداخل عدد من الصحفيين بعدة أسئلة كان الأخذ والعطاء فيها واضحا. ومن ثم توجه أعضاء الحزب إلى حيث القرية العالمية لرعاية الأيتام بحي أمتكن، حاملين معهم معونة غذائية تمثلت في جوالات الأرز وعلب الحليب المجفف. روما دومغار فيليكس نيلبي قال: لكل طريقته الخاصة في الاحتفال، ونحن لم نجد طريقة أفضل من إدخال البهجة ولو بالقليل في قلوب الأيتام باعتبارهم أحد شرائح المجتمع. وبدورهم إداريو القرية العالمية قدموا جزيل شكرهم على هذه المبادرة. حزب الاتحاد من أجل التجديد والديمقراطية أسس في 20 مايو عام 1992، وبهذا اليوم يطفئ شمعته 25.